ازيكم عاملين ايه النهارده؟ ايه كواليسنا المره اللي فاتت اتاخرت بس ان شاء الله هننتظم. ازيك يا محمود؟ ايه ده هنا؟ هلا، السلام عليكم خالت ام احمد. ازيك يا حاجه؟ بكام كيلو الكوسه دي؟ متقشره ولا مبوخه اللي هتبيعيها؟ ايام بكام الكيلو؟ قول حاجه. مبوخ؟ هتطبخوا النهارده؟ ارفع كده وريني لحمة. ميت اقفل هنا. لا هنا حلة فاضية. بص طبخين هوا هوا هوا. ماشي. صدفة، صباح الخير. ما خلاص بالرسول هنموت. عشان بس نشتغل على بعض. طبخنا ايه النهاردة؟ اصحى. طبخنا ايه النهاردة؟ يا حاجة. استاذ محمود صباح الخير. عاملين ايه؟ كواليسنا حلوة. نهار ابيض ومطين. ايه يا حاجة؟ صدفة. طبخة ايه؟ فاصوليا بيضة. فاصوليا بيضة؟ ايه يا محمود؟ يا صاحبي شفت؟ وصلني هواك الوين؟ شفت يا ولا؟ شفت الرز؟ يقول لي ستك هتطبخ النهارده؟ انا انت هتعمل حاجه؟ انت هتقف تتفرج يا راجل؟ انت مش معايا. انا فوتو سيشن يا حبيبي، فوتو سيشن لغايه لما نثبت الكاميرا نوقفها. بعد كده هتلاقيني بقى غرف بقى وتظبيط وتقفيل وتغليف. اوعى مالها حله اللحمه لازقه؟ السمنه دي خلصت. الله على اللحمه وجمالها. لا لسيبها تتشوح. امين يا جماعه، يا رب تكونوا بخير وجمعه مباركه عليكم وعلى الجميع. معلش احنا كواليسنا بننزلها تاني يوم او متاخره، ما بلحقش انزلها في نفس اليوم، فاعذرونا يعني. ولو مؤثر معاكم في اي بس او باجي ما بطلعش في فيديوهات كتير، معلش لظروف كده. فان شاء الله هتلاقوني معاكم على طول على طول على طول. بس باذن الله الفتره الجايه دي يعني حبه تطورات كده في حياه البني ادم لازم تتغير، فهتلاقونا ان شاء الله للاحسن. مش بعيد تلاقوني في فيلتي الجديده يا عالم، محدش يعلم. خليها مفاجاه. يعني شحاتين يا بت؟ احنا طول عمرنا شحاتين. احنا بنحب الشحاته ونركب عجله بثلاثه. وشبكها ايوه بالفستان الوردي. اول ما دخل دخل على الاوضه. لبسها الموضه. ايوه واتكل على الله. واتكل على الله على العجله. لا وشبكها يا خرابي بالفستان الازرق. بالفستان دخل على السرير. وي الفطير. واتكل على الله. الله 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 يا شيف محمود. ايه فورت الفاصوليا؟ ايه شيل الرم اللي على الوش ده، شيله. شال طبق كده صغير وتشيله فيه على الغطا. حليب المراعي هذا، حليب الابل. عندنا شعريه في البيت قد كده. هناك فين؟ بس مين هينزل يجيب؟ ما ينفعش. ريح بالك اهو، اعملي له حلة محشي وفيها شوية محشي اهو. بالك اهو يلا يا ابني عشان نحط المية.
يلا يا ريس استنى لما اخد لا هو ده اللي هي ايوه ده مسكين الفوطه ده مكفيني اللسعه بتاعت اول امبارح. عايز اقول لك كان يا صوابع انا مش عوطه في الراجل ده وقع. برضه مش الغطا ده. طب شوفي ده. تعالى يا ريس قرب لي كده. قرب لي. الله ينور يا شيف. حلو كده ولا غطيه حبه غطيه خوستها بس غطيه خمسه بس. ماشي يا محمود فين بقى الفرش الكزبره الخضراء بتاع الارض جنب التاني جنب حله الارض اوعى عليك نزل ميه الرز كده يس هتيجي يا استاذ فكره تعبي معانا ايه عندنا فجل بسم الله حب اورد بس قلت الناس على حسابي حلو كده ولا ازود ما تيجي يا استاذ ظل تقفل العلب ماليش في الكشري والله كشرك ما بلاش ما بلاش كشري ده كشري عايز اقول لك الحلل كانت تحت رجلي الارض مولعه مش قادر اقف حطيت بالشبشب ده الشبشب بعيد قلب الشبشب هنا الشبشب ده طب 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 الشبشب لا محمود جاز حالته الرز التاني شيل الفاصوليا شيل الحله وولع عليها عندي يا ولد محمود جعان صدفة جعان جعان أكل ما بتعرفش بقى ماشي بمبدأ أخوك ممكن يبقى جعان عايز ده أي أكل بس أخلك كايزر حلو طعمه حلو ده ومع إيه؟ في جبن بقى ولانشو جبن إيه ولانشو بتاع شو في فطار الفرافير ده؟ أنا لو مفطرتش فول وطعمية ما بقاش بني آدم لسه هتسخني هقول لك فول سخن من دلوقتي مفيش طعميه لا ما عنديش طعميه بطاطس عندك بطاطس لسه هتقشري وتقلي اديك مش نازل من السما بطاطس محمره طب انا عايز افطر طب هات من دمك وحطهم في التوستر و بس ده بتاع برجر تضحكي عليا وتدوني من غير برجر ازاي يا عم عادي كله بالجبنه جبنه ايه جبنه شيدر ورومي وفي جبنه ركفور وجبنه كيري وواحد حموده معاهم كل بلشمة بلشمة حمودة
انا بطني بقت صيدليه. جايب لي دواء مص. حلو حلو. كلها بلعت. فين الفطار؟ انا ما لقيتش فطار تاني. انا ما كنتش عارف الموضوع دابت بس بقى ربع ساعه. لا ربع ساعه لا كتير. ربع ساعه لا. يا حاج ام هنجري جعان. عندك سمك؟ بقولك عايز افطر. عايز افطر. نقعد نمصمص في الحبايه دي. دي ساعه مسكره عامله زي النعناع. الاكل شوف يا جماعه بلد دي بتحل عليهم افطر حرام. فطر نفسك. ده نضيف عندك. ده انا جاي لك عشان الوجبات النهارده. بص يا حبيبه قلبي دي هتعمل لي حموضه ودي ما باكلهاش. مش باكلها. ودي حموضه. حموضه حموضه. بقول لك عايز افطر. مش هفطر سكريات يعني. تاكل جبنه كيري؟ حبهاش. حلو يا بيض. شغلت التوستر. نحط الخبز. دقيقتين بالظبط. هتفكها. خليك معايا محمود؟ لا اكيد يعني. لا مش فاكر. مالا؟ هدا وخد ده. بس وسخلكوا نقفل عليه؟ اه. اقفل جامد ولا؟ لا سيبه سيبه. هي طلب البلوبيف. بلوبيف بوردون كروند بيف. طب احنا البلوبيف هنغمسه ولا نعمله سندوتشات؟ نفتح دي. تفتح انا هفتح. تعرف ان في ناس تاكل بلوبيف سندوتشات من العلبه كده؟ اه عبيله واديله زي العجل. سندوتشات العجل دي انت لو حطيتيها على النار تطلع لوحديها. تراهني؟ يا عم صلي على النبي. قول لها تطلع لفوق لحالها. حطيها كده على النار. حطيها على النار. بص يا محمد. حطها هنا؟ لسه ما الطماطم تدبل شويه. بلوبيف. عشان نكمل البلوبيف يا ولا تايزر بلوبيف بصل. نلف الشقة كلها بالكوسة دي ولا ايه؟
البيت طبعا بس كفاية. متحضر يعني Let's see.